على الرغم من بدايته المتعثرة، إلا أن عودته للنهوض مجدداً أثلجت صدر عشاقه، وأثبتت أن النصر يكبو خطوة للخلف وسرعان ما يخطو عشرة للأمام. النصر، وبعد أن عجز عن تذوق طعم الانتصار في الجولات الثلاث الأولى من الدوري واحتلاله لمركز متأخر في جدول الترتيب، إلا أن أصفر العاصمة استعاد مؤخراً شيئاً من بريقه وتوهجه المعتاد. البداية كانت مخيبة لعشاقه، خسائر ثلاث في بداية المشوار وانتصار وحيد مع نهاية رابع الجولات من عمر المنافسات، ليعود الأصفر لدوامة الخسائر مجدداً من بوابة الديربي في الجولة الخامسة، ويفشل مرة أخرى في تحقيق الفوز في ثلاث جولات متتالية وسط تراجع للنتائج والمستويات واحتلال الفريق لمركز متأخر في سلم الترتيب. وبعد عدة تغييرات أحدثها أصحاب القرار في البيت النصراوي، استبشرت الجماهير النصراوية خيراً في رؤية معشوقها بشكل مختلف، ليبدأ الفريق صحوته وينهض من كبوته ويخرج في الست جولات الأخيرة بدون أي خسارة. بدأها في الجولة التاسعة من أمام الباطن واستمر حتى المواجهة الأخيرة التي انتصر فيها على الوحدة، محققاً 5 انتصارات وتعادلاً وحيداً، وحاصداً 16 نقطة من أصل 18، ومسجلاً نفسه الفريق الوحيد الذي انتصر في الثلاث مباريات الأخيرة من الدوري، وليقفز في جدول الترتيب 7 مراكز ويصبح 27 نقطة. من النصر يعود شيء، من النصر يعود. الله يا نصراوي، الله يا نصراوي، بتي لإعادة الأفراح، لإعادة الابتسامة والبهجة لبيت النصر. عودة النصر وتطور نتائجه ومستوياته مؤخراً جعلت المدرج الأصفر يمن النفس ويعقد الآمال على استمرار الفريق في العودة لمستوياته ومكانته المعتادة.